السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده سريع كده، هقول لكم عن مشترياتي من ماء الذهب. انا من الناس اللي بتحب اي حاجه ريحتها حلوه، فهتلاقوني بشتري برفيومز كتير جدا وبجرب حاجات كتير. كنت جربت 2017 زمان، من كام سنه يعني، كنت جربت من عندهم وكان السماد بتاعهم يعني معقول، فقررت ان انا اروح اشتري منهم تاني، لان انا طول الوقت وانا قاعده بحب قوي ان انا حاجات دي. يعني اول حاجه اشتريت دي، هي المفروض ان انا اشتريت العبوه، يعني الازازه نفسها انا اشتريتها، وتقريبا سعرها كان 380 حاجه زي كده، كان عليها اوفر يعني عرض. وبتختاري سلسله بيكون عليها اول حرف من اسمك وكده، وبعد كده لما بتفضى هو قال لي بروح تاني يعني املاها بالعطر اللي انا حباه او بريحه اللي انا حباها. انا حبيتها جدا لان انا اخترت ريحه عود كده تحفه. انا بحب الحاجات اللي هي الشرقي شويه، مش بحب يعني، انا بحب كل حاجه، بس الفتره الاخيره حبيت قوي الحاجات اللي هي الشرقي شويه اللي هي فيها عود وكده. الحاجه التانية اللي ما اقدرش استغنى عنها هو المسك الابيض، لازم يكون عندي على طول على طول طول الوقت. ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو كده هقول لكم انا بستخدمه في ايه وكده. دي سعرها 100 جنيه وشيك جدا وبتحط في الشنطه. اخترت كمان واحده تانية فيها زيت عطري، كان ريحته وهميه برده، مش عارفه عود او في ريحه تحفه عندهم. يعني انا هحاول اجيب لكم الاسم بتاعها، ولو حد عايزها ان شاء الله هسيب لكم اسمها تحت الفيديو. وكان قال لي معرفش خدي دول، معرفش هيبقى سعرهم بكام. دي لطيفة قوي، بتتحط في الشنطة، رفيعة وصغيرة جدا، بيتحط فيها برفيومز يعني، وتحطيها في الشنطة بحيث ان انت لو بره او كده ومحتاجة ان انت تستخدمي حاجة بره او تزودي حاجة مناسبة مش عارفة ايه. فلطيفة جدا وحبيتها، هي شكلها جالي شوية بس تمام يعني بتقضي الغرض. دي كانت الحاجات اللي انا جبتها من ماء الذهب. ان شاء الله هقول لكم على تجاربي مع الحاجات كلها اللي انا جبتها من عندهم قبل كده. ودول كمان يعني تقريبا انا قربت اخلص الحاجات دي، بس يعني اعمل لكم فيديو يكون بالتفصيل اكتر مع حاجات تانية، واقارن بين الثبات بتاعهم والثبات بتاع حاجات تانية. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.